بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستضيف في هذه الليلة ليلة الثلاثاء 15 من جماد الآخر في سنة 1438 الموافق 14/3/2017، نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور هيثم سرحان لشرح متن الأصول الستة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، واساله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا في هذه الدروس العلمية. أولا يعني قبل أن نبدأ بدراسة هذا المتن، يعني أنا والله لست يعني ذاك يعني في العلم ولا في الفقه ولا في التدريس، لكن أحببت يعني أننا نستغل الوقت في هذه الليلة نتذاكر فيما بيننا هذا المتن المبارك. هذا الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى له عناية بالمختصرات، والله سبحانه وتعالى يعني جعل لمؤلفات القبول. من هذه المؤلفات هذا الرسالة المباركة الأصول الستة. فهذه الرسالة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى أمور ستة، وسار في هذه الطريقة على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. رجل لا يتكلم يسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يذكر مسألة إلا مقرونة بالدليل. الأصول الستة، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر العدد أحيانا، قد يذكر العدد في الكتاب والسنة، فإذا ذكر العدد في الكتاب والسنة هل يحدد أو يزاد عليه؟ بصيغة أخرى، يعني إذا ذكر العدد في نصوص الكتاب والسنة هل يكون له مفهوم يعني لا نزيد عليه، أو ليس له مفهوم نزيد عليه؟ ننظر في بقية النصوص من الكتاب والسنة، إذا وجدنا ما يزيد على هذا أصبح العدد ليس له مفهوم. مثال، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وجدنا موبقات غير هذه السبع مثل عقوق الوالدين مثلا، أو العشر مبشرين بالجنة، هناك من بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة غير العشرة. إذن هنا العدد ليس له مفهوم، لأننا وجدنا في نصوص الكتاب والسنة الأخرى ما يزيد على هذا العدد، وإن لم نجد ما يزيد عليه أصبح العدد له مفهوم محدد لا يزاد عليه. أركان الإسلام، أركان الإيمان، أبواب الجنة مثلا. قد يسأل سائل ويقول طيب إذا كان العدد ليس له مفهوم، لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، ولم يقل مثلا اجتنبوا الموبقات ومنها الشرك بالله وكذا وكذا؟ نقول هذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، أراد من الصحابة رضي الله عنهم في هذا المجلس أن يحفظ العشر المبشرين بالجنة،
حتى إذا خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم استطاعوا أن يستحضروا هؤلاء العشرة. ونقول لهذا الأخ مثلا الآن تحفظ لنا 10 فوائد وتذكرها بإذن الله تعالى. هذا من حسن التعليم، من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يأتي بالمسألة مقرونة بعدد معين حتى تضبط وتحفظ. وسار على هذا المؤلف رحمه الله تعالى. إذا هذه الأصول الستة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وكتب فيها حتى تضبط منا، نلخصها بإذن الله تعالى كما لخصها الشيخ بن عثيمين رحمه الله. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى قال هذه الأصول الستة: الأول إخلاص الدين لله، واضح أخوانا، لا تكتبوا، إحنا نريد نحفظ، جئنا هنا حتى نتذاكر، أنا ليس لدي علم، نتذاكر في مبين، أتركوا كتب. قال يقول بعض العلماء يقول علمك هو الذي تراه في الظلام، أو يعني بصيغة أخرى هو الذي يدخل معك إلى الحمام. قال ما يصنع، ماذا يصنع بأعداء، إن جنتي في صدري. تعود نفسك دائما على الحفظ. الأصول الستة: الأصل الأول الإخلاص، الأصل الثاني من يقول لي ما هو الأصل الثاني؟ الأصل الثاني الاجتماع. من الأمور التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع، وعدم الفرقة، الاجتماع في الدين وعدم التفرق فيه. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. الأصل الثالث من هذه الأصول الستة السمع والطاعة لولاة الأمر، والطاعة في المعروف ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. الأصل الرابع إخواننا ماذا تكتب أخي؟ خليك معي الله يرضى. الأصل الرابع بيان العلم والعلماء ومن تشبه به، وهذا مهم جدا. الأصل الخامس التفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الأصل السادس شبهة عند بعض الناس يقول أن الكتاب والسنة لا يمكن أن يتعلم أي إنسان من الكتاب والسنة، ولبسوا على الناس. لماذا؟ حتى نرجع للمتهوكين والحيارة والمجوس والصابئة وغيرها. هذه أصول ستة واضحة جدا، يقول يعني وضحها الله سبحانه وتعالى وبينها النبي صلى الله عليه وسلم، واضحة لكل الناس: الإخلاص والاجتماع والسمع والطاعة وبيان العلماء ومن تشبه بهم، والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ورد الشبهة التي يقول بعض الناس أننا لا نستطيع فهم الكتاب والسنة. أمور واضحة، نقرأ هذه المسائل ونتدبر. ولكن أخواننا ليست العبرة بالكلام، العبرة بالعمل. هو أراد منا هذه الأصول الستة أن تكون أصول نعمل بها. الأول يقول الإخلاص. تجد أن العلماء رحمهم الله تعالى في أي عبادة من العبادات يذكرون هذا الشرط. تأتي في شروط الصلاة أول شرط الإسلام، في شروط الزكاة، في شروط الحج، الوضوء، الاغتسال، الإسلام، وضد هذا الكفر. نعم، يقرأ الأخ إن شاء الله تعالى ونعلق تعليق يسير، ثم إذا انتهينا بإذن الله تعالى إذا كان هناك يعني سؤال أو أحد يريد يضيف شيء على الرحمة والسعة إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصول الستة. نعم، وتقدم أيضا سار المؤلف رحمه الله تعالى على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، والعدد هنا ليس له مفهوم حتى تضبط وتحفظ. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يبدأ العلماء رحمهم الله تعالى بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، اقتداء بعلماء السلف، تيمنا تبركا للبداء بسم الله، لأن كل شيء يذكر على اسم الله تحل فيه البركة، استئناسا بحديث وإن كان لا يصح. نعم. من أعجب العجائب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بيّنها الله تعالى بياناً واضحاً للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. نعم، هذا من التشويه. تقول الله سبحانه وتعالى يبين، والنبي صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ وجاهد في الله حق جهاده. من العجب أنك لو تنظر في هذه الأصول تجدها في سورة الفاتحة، وفي كل يوم نقرأ هذه السورة لابد نتدبر. وقال هذا أن الله سبحانه بيّن هذا، كيف يغفل عنها كثير ممن يدعي العلم والفقه والفطنة وغير هذا. نعم. قال الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، النية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، فمن كان يرجو لقاء ربه شرط قبول العباد الإخلاص والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إخلاص الدين لله، شروط لا إله إلا الله الإخلاص، شروط الصلاة الإسلام، شروط الزكاة الإسلام. إذا لابد من إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، ولهذا ندرس التوحيد، ولابد من المتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ندرس الفقه. نعم. فبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى. نعم، بل قال ابن القيم رحمه الله أن التوحيد لا تخلو منه آية، التوحيد لا تخلو منه آية، حتى يعني مثلا ياسين صاد حاميم كلام الله توحيد. سورة الإخلاص سميت بهذا الاسم لأنها أخلصت في وصف الله. والقرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد لا تخلو منه آية، وأحكام، وقصص. نعم. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. أول شرك حدث في الأرض بشبهة الغلو في الصالحين في قوم نوح عليه الصلاة والسلام. كانت الأمور في أول الأمر الغاية محبة الصالحين حق، والوسيلة باطلة. صوروا تماثيلهم وعكفوا على قبورهم، ثم طال بهم الأمل وفقد العلم فعبدت من دون الله. ولهذا نقول صور لهم ماذا؟ صور لهم تنقص الصالحين، وقال كيف تتكلم عن الصالحين وكذا. الناس انقسموا تجاه الصالحين إلى طرفين وسط، قسم يسجد ويركع ويطوف ويتمسح ويقدم طاعة هؤلاء على طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، شركا، وقسم يسب ويشتم ويتعدى على العلماء، وقسم يتوسط، هم أهل السنة والجماعة، صلى الله عليه وسلم. لا إفراط ولا تفريط، محبة الصالحين دين يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لابد من محبة الصالحين على ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عليهم. نعم. الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق. الآن يقرأ القارئ يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد، إخلاص الدين لله، إفراد الله بأنواع التوحيد الثلاثة، إياك نعبد وإياك نستعين. تقول يا رب أجمع بين الإيمان بالقضاء والقدر والعمل، فاعبده وتوكل عليه، عبادة واستعانة. انتهى الآن القسم الأول من السورة والقسم الثاني. نعم. ثم جاء القسم الثالث الدعاء. نعم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. ما كانت الآية أصلا تكون الآية إياك أعبد، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. ما معنى هذا؟ معنى هذا أننا لابد أن نجتمع ولا نفترق. على ماذا؟ على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. ولهذا قال: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. في رواية قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. نجتمع على ماذا؟ نجتمع على رب واحد، نجتمع على نبي واحد عليه الصلاة والسلام، نجتمع على شريعة واحدة، نجتمع في كل يوم 5 مرات، نجتمع في كل أسبوع في الجمعة، نجتمع في عيد الفطر، في عيد الأضحى، تجتمع الأمم في الحج اجتماع ولا تفرق، اجتماع على الطعام يكون فيه بركة، اجتماع على أمور أنت قد تراها أحيانا أنها ليس بها شيء. النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله عنهم، كانوا إذا نزلوا منزل تفرقنا، يقول، في الشعاب والأودية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عملكم هذا، إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان. على ماذا؟ على أمر، يعني تفرقوا، هذا يجلس هنا وهذا يجلس هنا. إذا جاءت الشريعة بماذا؟ من الأمور التي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع للافتراق. هذا كان يحرص علماء الدعوة النجدية ومنهم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله جميعا على الاجتماع. وانت تسمع أحيانا الشيخ بن عدنان رحمه الله تعالى في الدروس يقول بقول، وإذا جاء عند الفتوى يقول بفتوى هيئة كبار العلماء، أرادوا أن يجتمعوا. نعم. ولهذا قال: الخلاف شر. صلى مع عثمان رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه لم يقصر الرباعية، وقالوا، قال: هذا خلاف السنة، ولماذا تصلي؟ قال: الخلاف شر. ولهذا يعني أصبح اليوم الدين عند بعض الناس هو الافتراق. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ولا يمكن أن يكون اجتماع إلا على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. ولو رأيت اجتماع تراه في الظاهر اجتماع لكن على غير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، والله هذا ليس باجتماع. قال الله تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. اجتماع أهل السنة أخواننا، أهل السنة يعني لو تنظر في حالهم يكون في بلدان متفرقة لكن مجتمعين، مجتمعين على عقيدة واحدة. أنت تسمع الآن هنا مثلا في الجزيرة مثلا الشيخ بن عثيمين، الشيخ بن باز، الشيخ فوزان رحمه الله الجميع، هنا الشيخ الألباني، هنا فلان، هنا فلان، تجمعهم عقيدة واحدة، يجمعهم اتباع واحد لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه السلف الصالح. إذا لابد أن نجتمع، لابد أن نجتمع على ما اجتمع عليه الصحابة رضي الله عليهم.